السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض الديكور المميز ده. الديكور ده انا عملته لبنوتي في عيد ميلادها. اول حاجه بقى هنجيب مربع طول 17.5 سنتي في 17.5 سنتي، وقطعه مستطيله 17.5 سنتي وعرضها 5 سنتي، والقطعه التانية 18.5 سنتي في 5 سنتي. هبدأ بقى الزق الاجزاء دي ببعضها بالشكل ده. هلزق الاول ال 17.5 سنتي في 5 سنتي، الزقها الاول تمام بالشكل ده. بعد كده بقى الأجزاء الأكبر منها شوية هلزقها في الجوانب كده علشان تقفل كله كأنه صندوق كده مقفول على بعضه تمام. طبعا هضغط عليها شوية كده علشان الشمع يثبت معايا بالشكل ده. قفلت معايا كأنه صندوق خلاص. بعد كده بقى هجيب قطعة فوم باللون اللي أنا حباه أو اللي بنوتي بتحبه. أنا طبعا اللون الأحمر عشان بنوتي هي بتحب اللون ده، فحبيت أعمل لها حاجة باللون اللي هي حباه. خلاص هبدأ بقى اوصل جوانب الشمع بالطريقة دي واضغط عليها كويس قوي علشان الشمع يلزق في الفوم تمام. الناحية التانية برضو اهو هضغط عليها بنفس الطريقة، وكمان الجنبين التانيين هعملهم بنفس الطريقة. بعد كده بقى هبدأ أقص الزوايد والجوانب بالطريقة دي. بعد بقى ما قصيت الجوانب هبدأ ألزق كل جنب كده، أقفله بالمسدس الشمع تمام اهو. همشي كده على كل جنب وأبدأ ألزق الطرفين ببعض بالطريقة دي. وبكده البوكس يكون خلص معايا تمام. ده كده الجزء الاول. بعد كده بقى هجيب قطعة فوم جليتر لونها فضي وهبدأ انا عايزة عرضها 2 سنتي، وهبدأ اخد طبعا انا ما كانش عندي فوم الطويل لونه فضي، فدي قطعة فرقي، فانا هعمل كذا شريحة كده جنب بعض خلاص، بحيث ازين بيها المربع اللي عندي داير ما يدور تمام اهو. ممكن بقى تزينيها بالعملة المعدنية او بمسطرة الدوائر. انا هستخدم العملة المعدنية وهبدأ كده اعمل نص دوائر، بس اخلي بالي بصوا يعني هنا لو نص الدايرة وقف معايا ابدأ ان انا اكمله في المستطيل التاني، بحيث يبقوا كلهم مع بعض ورا بعض، يعني ما يبانش ان هو جزء على جزء. لكن لو انت عندك فوم الطويل ممكن تحطيه مرة واحدة وخلاص. زي ما قلت لكم انا مش متوفر عندي، فاستخدمت الفوم مقاس فور ايه، بس بدأت لو خلصت عند نهاية ببدأ ان انا اكملها بالفوم التاني عند نفس النهاية اللي خلصت منها اهو. بصوا عشان لما تتقفل مش هتبان خالص خالص ان الجزء ده متركب على الجزء ده كأنه شريط طويل تمام. اتمنى تكونوا فهمتوا اللي انا عايزة اوصله. هبدأ بقى الف الشريط دوت داير ما يدور كده حوالين البوكس اللي عندي بالطريقة دي. وده كده شكل البوكس بعد ما انا زينته كله داير ما يدور اهو تمام. هجيب بقى انا حابه اعمل فيونكه كده يكون شكلها حلو، فجبت الباترون بتاع الفيونكه دي، هبدأ ان انا ايه انفذه على الفوم خلاص. الجزء الاول هعمله بالفوم جليتر عشان الالوان تبقى متناسبه مع لون البوكس، فهعمل الجزء الاول بالفوم جليتر اللي لونه فاضي خلاص. الجزء التاني بقى هعمله باللون الاحمر وافرغه بالمقص. وبكده الاجزاء خلصت معايا. هبدأ بقى اقفل شكل الفيونكة. ممكن تعملوا الفيونكة العادية السهلة اللي احنا عملناها كذا مرة قبل كده، بس انا المرة دي حبيت ان انا اغير، وبما ان الباترون موجود فقلت انفذها يعني الشكل كده.
بعد بقى ما خلصت الفيونكة انا حابة ان انا ازين اطرافها، فهجيب استرسات وهبدأ ان انا الزقها بالشكل ده كده اهو، استرس لونه فضي عشان يبقى نفس لون الفوم الفضي اللي انا هلزقها عليه. تمام، والزق بقى الجزئين ببعض بالشكل ده. وبعدين هثبتها كده في جنب البوكس اللي انا عملته بالشكل ده. تمام، احاول كده اوسطنها عشان تبقى شكلها حلو. بعد كده بقى اجيب قطعة مستطيلة طولها 13.5 سنتي في 3 سنتي، وهبدأ الفها كده داير ما يدور، بس يعني متكش قوي علشان انا هغرز في قلبها عصاية شتروب، فما تكونش قافلة قوي على نفسها. تمام، وبعد كده هثبتها على البوكس اللي عندي يعني، وهجيب بقى عصاية شيش طاووق وهبدأ لقطعة قطعة فوم جليتر عرضها تقريبا 0.5 سنتي. تمام، وهبدأ بقى ألفها كده بالراحة داير ما يدور حوالين العصاية. طبعا مش هلفها على عصاية الشيش طاووق كلها، انا هلف لحد ما القطعة اللي عندي دي تخلص وهقص الباقي علشان ما يبقاش العمود طويل قوي. تمام، بكده يكون خلص بقى. هقص جزء من العصاية دي لانها طويلة جدا. وبعد كده بقى قصيت شخصيات كده كرتونية، حبيت ان انا اختار يعني منهم شخصية معينة، فانا اخترت سندريلا وهبدأ ان انا الونها بالشكل ده. لو عندك استيكرات جاهزة يبقى حلو قوي، هتوفري على نفسك الخطوة دي خالص، بس انا مش عندي، فطبعت صور الاميرات وبدأت ان انا اختار اميرة منهم، وبرضو زينتها باللون الاحمر عشان يبقى ليا ونفس لون البوكس وكده، وهبدأ بقى الونها بالشكل ده. تمام، بعد ما لونتها بقى بالشكل ده هجيب اي حاجة عندي مدورة واقص دايرة بالشكل ده، بس الدايرة تكون اكبر من الشخصية اللي عندي اللي انا قصتها يعني، او الاستيكر اللي عندي اللي انا عايزة اعمل احطه عليه اهو بالشكل ده، شايفين؟ وكمان انا هنا غطيتها بالبلاستر العادي خالص علشان بس الالوان بتاعتها ما تطلعش مع ان بنتي تمسكها وكده، وهي ورقة بسيطة فهتقطع بسهولة، لكن لما ثبت عليها السلوتيب هيبقى اول حاجة هيديها متانة، وتاني حاجة الالوان بتاعتها مش هتطلع بقى، هتبقى حاجة قوية يعني. خلاص، وهنا قصيت دايرة اكبر لونها احمر. تمام، وهبدأ ان انا اثبتهم فوق بعض بالشكل ده، وهثبت بقى عليهم الشخصية اللي عندي. بعد كده بقى هجيب الشكل اللي انا عملته وعصايتي شيش توك، وهبدأ كده بمسدس الشمع وابدأ اثبت الشكل عليها، اوسطنه كده واثبته عليه. تمام، بعد كده بقى هبدأ اغرز عصايتي شيش توك في الجزء اللي في المنتصف بالشكل ده اهو، وبكده يكون شكل خلص معايا. شكلها حلو قوي، شكل التورته بس فيك يعني، ممكن يبقى ديكور مميز جدا في عيد الميلاد يتحط كده، بجد اولادكم هيفرحوا بيه قوي. زي ما قلت لكم، الحاجه اللي بتبقوا انتوا عاملينها لهم مخصوص بيبقى ليها طعم تاني. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا له لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامه.